بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية الكرسي الساخن، درس الرسول صلى الله عليه وسلم، قدوتي في الصدق والطالب عمار سعد. السؤال الأول، من يسأل السؤال الأول؟ تفضل يا إبراهيم. من الذي كسر زجاج النافذة؟ أيوة، على الصوت عالي. السؤال الثاني، من يسأل السؤال؟ تفضل يا سالم. كيف كسر زجاج النافذة؟ بالكرسي. بارك الله فيك. السؤال الثالث، تفضل يا من يقرأ السؤال الثالث؟ تفضل يا تركي. ماذا فعل الأولاد عندما كسر زجاج النافذة؟ هربوا. ممتاز. السؤال الرابع، تفضل يا خالد. لماذا لم يهرب خالد؟ لأنه أراد أن يقول الصدق. السؤال الخامس، تفضل يا يزيد. ما الصفة التي اتصف بها خالد في هذه القصة؟ الصدق. ممتاز. السؤال السادس، تفضل يا من يقول لنا السؤال السادس؟ تفضل يا سعود. من قدوة خالد في الصدق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ممتاز. السؤال السابع، تفضل يا عمار. لماذا عفى صاحب المنزل عن خالد؟ أحسنت. السؤال الثامن، عبد المحسن. بما دعا صاحب المنزل لخالد؟ بارك الله فيك. رائع، كنت رائعا واستحققت أن تجلس على هذا الكرسي، بارك الله فيك، وكنتم رائعون في توجيه الأسئلة، أحسنتم يا أبطال.